الأول الذي تفضل به السائل عن مكتبة آشور بني بال وقوله بأن يعني هل قرأت كل رقم المكتبة المكتشفة، وهل ستساهم إذا قرأت كلها في تغيير صورتنا عن ذلك العصر أو تلك العصور. الحقيقة لم تقرأ كل الرقم الطينية، لأن عمليا وهذا الرقم يكاد يكون دقيق في حدود 30,000 لوح فيها، يعني وهي مرقمة كلها، لأنه عندما نقلت هي طبعا اكتشفت في أشور بانيبال في قصر أشور بانيبال، ونقلت في نهاية القرن أو في الربع الأخير من القرن 19، نقلت إلى بريطانيا ووضعت في المتحف، ومنذ ذلك اليوم إلى الآن قرأت يعني مجموعات مهمة منها جدا، يعني قصة الخليقة البابلية عرفناها من هناك، ملحمة قلقامش بألواحها 11 بألواحها 12 موجودة، وهناك كثير يعني من الأساطير وأدبة وغيرها كلها موجودة، لكن لم تقرأ هاي 30,000، لاحظوا يعني مو عدد قليل أبدا. ولذلك لكن أنا أعتقد كما أظن، وأنا ربما أكون مخطئ، أن أغلب النصوص المهمة قرأت، النصوص المهمة خصوصا تلك النصوص الطويلة يعني قرأت، بقت هناك نصوص اقتصادية ونصوص إدارية ربما تحتاج إلى وقت، والبريطانيون يقولون دائما كلام معروف أننا لا نستطيع أن نعطي هذه الألواح لكل من يطلبها، فإحنا نحتاج إلى أعداد كبيرة جدا من قراء المسمارية حتى يستطيعون أن يوفرون لنا يعني قراءة صحيحة، مختصين يعني مو أي واحد يطلب يريد أن يقرأ نقبل به، إنما يجب أن يكون مختص، وأنتم تعرفون هذا حقل له مختصين يعني محدودين، يعني مسماريات، قراء المسماريات يعني يصلون 100 و200 ويتوقف العدد، وهؤلاء أيضا أجيال وكل واحد في بلده وإلى آخره. فهل هناك تغيير جذري؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير جذري، إنما ستكون هناك إضافات في الحقول التي نعرفها، سواء كانت هذه الحقول حضارية أو دينية أو أسطورية أو إدارية وإلى آخره. السؤال الآخر الذي تحدث عن الشخصيات أشتار وتموز وغيرها من الشخصيات الموجودة في وادي الرافدين، هل هي خرافية أم أنها مجرد خيال وأساطير؟ بالتأكيد أنها خيال وأساطير، يعني هذه معروفة، وإلا منظومة الآلهة أو شجرة الآلهة السومرية ليسوا كائنات حقيقية، هم كانوا في زمنهم لم يتوصلوا بعد إلى القدرة على فرز الطبيعة فرزا علميا، فكانوا يعزون الظواهر للآلهة، يعني بالحرف الواحد للقوى التي تختفي خلف الظاهرة فيسموها باسم إله يتفقون عليه، ربما كان من لغات أخرى وبقي هذا الاسم في لغة جديدة ويبقى مبهما وهكذا، يعني لا يعني هناك 3,000 إله سومري، يعني ليسوا موجودين طبعا، هذه الآلهة ليست موجودة يعني كتشخيصات، كانوا يدلون عليها بالنصوص، يدلون عليها بالمعابد، يدلون عليها بالمنحوتات وبالرسومات، لكن هي غير موجودة يعني بالتأكيد يعني. فهذا هو الجواب الحقيقة، وإلا طبعا هناك نظريات تقول أنهم كانوا بشرا، بعض الآلهة كانوا بشر وألهوا بعد موتهم، وارد هذا الكلام، يعني مثلا ديموزي على سبيل المثال، ديموزي إنسيبازي اسمه، هذا كان موجود حقيقة في عصور ما قبل الطوفان، ملك من ملوك باد تيبيرا وهي منطقة في أوروك، أنا لا أقول يعني أنه فقط إلى هو فعلا ربما ملك بعد أن توفي وكذا، وضعت أسطورة ديموزي ويعني حبيبته أو صديقته أو كذا اللي هي إنانا، وأنتم تعرفون أيضا يعني مشتقة، شوفوا لاحظوا تأويل الأساطير السومرية كيف حصل فيما بعد في
في لنقل في الكتب المقدسة وخصوصا التوراة، يعني عندما تحولت إنانا وننتي تحولوا إلى حواء، ويعني حواء شخصية غير حقيقية يعني أيضا بالمعنى الاصطلاحي، يعني هي رمز للمرأة العظيمة، رمز لأم البشر كما يعني يقال في الأديان التوحيدية، لكنها اسم هو يبقى، يعني حواء من اسمها حتى في العربي هي السيدة التي تحيي، يعني وهذا الاسم موجود في ثنايا أو تضاعيف الاسم ننتي، ننتي هي سيدة السيدة التي تحيي أو تشفي، هي نفس الاسم، وهي سيدة الضلع، يعني أحد الأشياء المتخصصة بها، ولهذا ربطت الأسطورة. وهكذا نقول أن الأسماء هذه يعني وضعت بالتأويلات وأصبحت فيما بعد يعني شخصيات، يعني مثل ما نقول إحنا إذا جذورها يعني جذورها بشر وأصبحوا آلهة، ربما تكون آلهة وحولناهم إلى بشر، نحن مثل تموز، يعني مثلا آدم هو ديمو، ديمو ديموزي هو آدم، هو لاحظوا كلمة ديمو ما هي ديمو، آدم هو نفسه، هو معنى ديمو بالسومرية الإنسان، فتحول هذا في الكتب التوحيدية في التوراة تحول إلى آدم، إلى الإنسان الأول الذي أحب أو ارتبط بالمرأة الأولى اللي أيضا أصلها إنانة أو عشتار أو ننتي وأصبحت حواء. يعني هذا الموضوع شائك ويحتاج إلى عقل مفتوح للحديث به، وأن نكون واقعيين بدون يعني بدون ما يعني مؤثرات دينية يعني تأثر علينا في هذا المجال. الأستاذ وديع من المغرب، أشكرك جدا ومرحبا بك دائما في أي وقت يا أستاذ وديع، أنا سعيد بوجودك، وأنت تقول لي أن هناك رأي أو هناك وضع أن تسمى كل منطقة شمال أفريقيا بالحضارة المورية، وتأكد أنني تحدثت عن هذا قبل أكثر من 10 سنين، تأكد، وأنا كتبي دائما تقول المورية، الحضارة المورية، لأن الأمازيغ بصيغته هذه هو مصطلح حديث نسبيا، أما الاسم القديم فهو المورية، وأنا أشكرك جدا على هذه الملاحظة. نعم، لكن هناك كان عندي شيء، أنه المنطقة ليبيا كان شوي لها خصوصية، كان ظهرت بها مجموعة من القبائل يعني المورية، بالمناسبة أيضا هي المورية اللي هي الليبو والمشواش والتحنة والتمحو، أسماء معروفة جدا، وأنا اشتغلت عليها شغل جيد، حتى عندما كنت أدرس في جامعة درنة التاريخ القديم أنا كنت أعطيها لطلابي وأحثهم على البحث بها بشكل دقيق وتفصيلي، من هم شعب التمحو، من هم شعب التمحو، من هم شعب الليبو، من هم المشواش، اللي هو يقال أن المشواش أخذت من الأمازيغ، أخذت من المشواش، هذا رأي مطروح، لكن مثل ما تفضلت تماما وأنا رأيي من رأيك أن الشعوب في شمال أفريقيا هي الشعوب المورية، وربما راح تتفاجئ في الكتاب من هم الموريون، سأتحدث عن ذلك أيضا بالتفصيل. فأشكرك جدا. الأستاذ كاظم البدري تفضل وقال هناك عالم أسفل يناظر، ما معنى العالم الآخر، وبالتالي يجب أن لا ننكر على وادي الرافدين يعني وجود عالم، نعم هذا وارد، لكن احنا كنا نحكي عن الحياة، يعني طبيعة الحياة في العالم، يعني فكرة أن الحياة الآخرة في وادي الرافدين لم يكن هناك تحديد مصير، المصير واضح جدا واحد للجميع، وهو أن يموت الإنسان وجسده يفنى في التراب، في التراب يفنى هذا الجسد، يأكله الدود وغيرها، أما الروح فهم يقولون هذا الكلام أنا أعرفه تماما، فتنزل عبر ثقب في القبر، تنزل إلى العالم الأسفل وتبقى حبيسة فيه على شكل طائر، بوجه الطائر له رأس، بوجه ذلك الشخص الذي توفي، يعني طائر هو له أجنحة،
ومغبر يعني عليه تراب، ويبقى هذا الطائر إلى الأبد حبيس المكان. لم تقل الأساطير العراقية بأن هذا الطائر يذهب إلى جنة أو نار أو أبدا، ولم تقل أنه يحاسب أبدا أبدا. ولهذا أنا أقول يختلف هذا الموضوع كليا عن المصريين. المصريين في حساب وعقاب، وهناك ميزان لوزن الخطايا وكذا، ثم ذهاب إلى حقول أوزريس أو يأكله وحش من الوحوش، أو يذهب إلى سواق النار، أو تأكله الأفاعي إلى آخره. يعني هناك سيناريو كامل لمصير البشر. في العراق لا يوجد هذا الشيء. ربما شيء واحد ذكره إنكيدو عندما قابل جلجامش وقال له: الرجل الذي يمتلك ابنا أفضل حالا من الرجل الذي لا يمتلك ابن، والذي يمتلك ابنين أفضل حالا من الابن، والثلاثة إلى السبعة. ليش؟ شنو السبب؟ السبب بسيط جدا، وهو أن من يمتلك أبناء أكثر يقيمون له الأضاحي على الأرض فيرضون الآلهة، يعني مثل يشفون، يعني يتملقون الآلهة بهذه الأضاحي أو النذور، شوي تداريهم، يعني تحسن للميت، يعني تقربه من مكان ما هو بعيد خارج القصر البعيد، تقربه قليلا. ربما يعني توصف مثلا، أذكر جلجامش يقول له، جلجامش في أيضا في الأسطورة التي تصف موت جلجامش، أنه مقرب من أريشكيغال، وكان يلبس الصاية الحمراء. ولماذا؟ لأنه ذبحت له سبع أضاحي، يعني هناك من يداري روحه في العالم الأعلى وهكذا. أما قضية أن نرجع العالم الأسفل محكوم من قبل امرأة فقط، لا، هو كان محكوما من قبل أريشكيغال، لكنها جلبت يعني نرجال، وأصبح العالم الأسفل يدار من قبل أريشكيغال ونرجال معا، لأن هم أزواج. ونرجال ليس بالهين، إله جبار ورهيب، هو حتى يوصف بأنه إله الشمس المظلمة، يعني الشمس وهي عندما تذهب إلى العالم الأسفل، لأن أيضا معتقد العراقيين مثل المصريين أن الشمس بعد الغروب تذهب إلى العالم الأسفل وتخترقه. هناك يمثلها نرجال، يعني إله الشمس المظلمة، يعني الشمس في الليل إذا صح التعبير، شمس وهي في الليل، يعني وهو إله مهول يعني. واختلقت قصة نمتار لا يمثل إبليس أبدا، لا يمثل إبليس، نمتار هو المساعد لأريشكيغال وليس إبليس بالمعنى اللي تفضلت به، لأن هو ليس شيطان، هو أقرب بالحارس، حارس يعني حارس الأول، هو إله الطاعون، إله الموت إلى آخره، وهو حارس إبليس. هو يمثل يعني في الأساطير اللاحقة الحقيقة يمثل رأس يعني رئيس الشياطين، يعني رئيس الشياطين. وعندما أرسلته، هذا هو دوره، أنه يعني جلب نرجال، يعني ذهب إلى نرجال وهو ما زال في العالم الأعلى، وأخبرها بأنه لم يزد لها، أو لم يقم له، ثم ذهبت وجلبوه وتزوجها هناك. فمختلف، يعني لا أحب أن أجازف بالمقارنة بين نرجال وإبليس، يعني أمر شوية معقد إلى حد كبير. الأستاذ مجدي السومري يقول بأن لماذا آثار بلاد فلسطين بشكل خاص في قبل الميلاد قليلة، يعني ليست هناك كمية، أنا أعتقد كميات معقولة جدا موجودة في فلسطين. ولو حضرت محاضرتي قبل أيام عن فلسطين والأردن، وتحدثت يعني موجودة الحقيقة، أولا إذا بدأنا من الزراعة على سبيل المثال، يعني موجودة مناطق مهمة جدا في وقت قريب جدا من وادي الرافدين كانت الزراعة مكتشفة، ثم ظهر العصر الحجري النحاسي، وكان هناك أريحة، وكان هناك يعني موجودة، ولكن ليست هي
يعني أذهب معك بشكل صحيح جدا. أي بلد يمتلك آثار زاخرة في عصور ما قبل التاريخ القريبة من التاريخ ستتكون عنده حضارة قوية جدا، وهذا بالضبط ينطبق على وادي الرافدين ووادي النيل. يعني مصر عندها إرث حضاري ممتاز رغم أنها متأخرة بالمناسبة، يعني هي تأخرت عن الزراعة كثيرا، لكن في عصر الكالكوليت المصري، عصر الحجري النحاسي المصري، يعني ظهرت عندنا حضارات نقادة وحلوان وغيرها، وكونت لنا زخما عاليا جدا، لدرجة أن عندما وصلنا إلى نقطة الفصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، كانت مصر مهيئة 100% لأن تدخل في التاريخ بشكل مبكر وتكون الحضارة المصرية. فأي كثافة، أي بلد فيه كثافة حضارية في عصور ما قبل التاريخ سيخلق حضارة بلا شك مبكرة. ولهذا بكل صراحة أقولها، ما بيها يعني لا انحياز ولا شيء، ولهذا وادي الرافدين ومصر من دون شعوب الأرض كان فيها حضارة جدا يعني ما قبل التاريخ جدا مكثفة، ولهذا صارت. وأضيف لها مجمل بلاد الشام وليس مكان محدد، يعني موجود في سوريا في المريبط والبيضة وكل هالمناطق كلها كانت موجودة، و يعني هذه بالدرجة الأساسية الحقيقة، يعني منطقتنا هذه منطقة منطقة ما يسمى بالهلال الخصيب، يعني ابتداء من يعني وادي الرافدين إلى مصر، هذه كلها كانت الحقيقة قوس حضاري مبكر. يعني عصور ما قبل التاريخ الأخيرة من النيوليث والكالكوليت اشتغلت بقوة شديدة جدا حتى انفجرت الحضارة مع بدايات العصور التاريخية. نعم، هذه وصلت إلى آخر سؤال، وأتمنى أن نبدأ بالمحور الثاني. تفضلوا.